السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. ورجعت لكم نشيشكم مقطع جديد عندنا هسه شباب، تحدي من تحديات التناغم الجزء الثاني. عندنا هذا آخر تحدي من تحدياته. أول شيء بحكي لك التحدي إنك روح انشئ نقطة اتصال، وإحنا رايحين يا شباب. لا تستدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس لكل جديد من تحديات أو جلتشات. وخلينا نبلش على طول. هين هون نجي ننشئ نقطة اتصال سريع بالقرب من شلالات الواقع نجيت. بعدين بيعطيك جهاز او بيعطيك تحدي بيقول لك تفاعل مع اجهزه مسح نقطه الصفر. عليك تروح تتفاعل مع اجهزه نقطه الصفر، عليك تتفاعل مع ثلاث اجهزه. هي عندنا هاي اول جهاز راح يكون هون، هي رحنا عليه. هسه الثاني قريب من شلالات الواقع، اروح عليه كمان على السريع. هتجي تلاقيه هون، رمى بعض عليه سريع سريع سريع. هي هون بسرعه الموقع الثاني، وعندنا بعدين عندنا هسه الموقع الثالث اللي قدام. فعندنا احنا اكثر من موقع، فيك تروح على اي موقع بدك اياه. سريع سريع عشان خلينا المقطع هذا على السريع، واحنا رايحين هسه هذا هو الموقع الثالث يا شباب. ليكون نهايه المقطع لليوم. لا تزدعمونا من هذا على زر الاشتراك لايك المقطع وفعل الجرس. خلينا نشوفكم فيديو مقطع جديد. مع السلامه، بيس.